وادي يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده اديله خبر بس. إيه شو لا مؤاخذه حاج، لا مؤاخذه حاج، ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسنه المخفيه. انست وشرفت يا حاج، انست وشرفت. سونيا خليكي معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك؟ شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب ميتلون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك بنظره واحده. ايوه بس مش هنا، المره اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مره تسلم الجره. افندينا عنيف في كل حته، وانا مش عاوز ادخل معاه في سكه عوا، وانا داخل على الانتخابات. اخص على الرجاله اخص بقى، ده بجاش المري اللي كانت كلمه منه تهز اجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسه. هي يا اخويا السياسه بتعلم على الرجاله وتعمل فيهم كده؟ يو يا شو يو، ايه هما الكلمتين اللي عايزه تقوليهم؟ هو طلب صغنن، عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفستكت مني كده زي ما انا شايفه، يبقى تدعي المولى بقى ان يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لافندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الانس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهفك على هز في الخن؟ هي الحكاية يا أخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي أنا، وسط ناس تانية، وأنت اللي هتجيب لي قرارها. ما تخلصينا يا شو، هي فوازير. بنت رقاصة اسمها رمانة، واكلة دماغ أفندينا، عايزاك تجيب لي كل كبيرة وصغيرة عنها، وأوعى تقولي معرفش. لازم تعرف، مش معقول أنت مش هتعرف تجيب لي قرار واحدة شمال زي دي يا مول. شكلي كده نقلت العطا ورسي على أفندينا ورميت طوبة الكل، اللي على فكرة هو المعلم أبو سنة سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمة زي دي؟ حلاوتك يا شوق، اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لمؤاخذه يروح يقول له، واللي يحصل يحصل. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكره يا بنت ما بيسالش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. كملنا كلام وحديد وغرام وانا في الحواديت. ينيلك فكرتني بايام اله لا يعدها. يا صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحة لواحدة حبيبتي أوي. واحدة حبيبتك؟ أوي. والخال عارف بقى ولا دي مجاملة منك؟ لا ما هو الخال مديني تصريح مفتوح. كمان؟ حلو الكلام ده. طب يلا بالسلامة. طب ما يلزمش مني أي حاجة. فكر. شكريه. والوقفة دي مش حلوة. يلا بالسلامة وصبحي لنا على الخال. يوسف يا اختي. يلا يا ماما. ولا فندم، مين اللي يخصنا النواحي دي كده؟ مطرح مكانك جاي يا ست شوق. ايوه معرفش، ما استقبلتش غيرك اللي اساله.